السلام عليكم مشاهدينا الكرام. وأخيرا أطلقت تركيا عملية درع الربيع في وقت تتسارع فيه الأحداث والتطورات ميدانيا وعسكريا ومدنيا أيضا. فالعمليات العسكرية على الحدود التركية سوريا وفي إدلب وفي محافظة إدلب أصبحت ساحة معركة مفتوحة بين تركيا وقوات النظام السوري ومن يدعم هذه القوات وكذلك مدنيين. موجة لاجئين مفتوحة هي أيضا نحو أوروبا عبر تركيا، فإلى أين تتدحرج الأحداث وهل يمكن أن تضبط هذه الأحداث والتطورات؟ إذا هذه المواضيع وغيرها نناقشها اليوم في حلقة جديدة من أوراق تركيا، فأهلا بكم. نرحب بضيفنا دكتور سعيد الحاج الباحث متخصص في شأن تركيا. بك دكتور سعيد. إذا عملية درع الربيع عملية أتت في سياق يعني هيئ ممكن لهذه التطورات، ولكن أتت في سياق زمني ممكن فاجأ البعض، لأن كان هناك انتظارات لفسحة للعمل السياسي والدبلوماسي، ولكن أتت هذه العملية وكانت لها ما تداعيات على المستوى الخسائر وعلى المستوى أيضا السياسي. وبطبيعة الحال ربما كان هناك توقعات بأنه تنتظر العملية التركية القمة الرباعية أو قمة ثنائية بين أردوغان وبوتين، لكن في نهاية المطاف كان هناك موعد مضروب من قبل السلطات التركية للنظام السوري وسحب قواته هي نهاية شهر شباط. حتى أنا أحد تصريحات الرئيس أردوغان كانت تقول ربما لا ننتظر حتى نهاية شهر شباط. لا، لم ينتهي شهر شباط، وفي 27 منه إلا وقصفت نقطة تجمع للجنود الأتراك، كانت ضربة قوية جدا. التصريحات التركية الأولية تحدثت عن استشهاد 9 جنود ثم 22 ثم 33 وصولا ل 34 جنديا تركيا قضوا في هذا القصف الذي قيل من الجو. السلطات التركية حملت النظام السوري بشكل واضح المسؤولية عن هذا القصف. بدأ الرد بشكل مباشر وتحدث الأتراك عن تحييد المئات من جنود النظام وضرب العشرات من الأهداف، وخصوصا بالطائرات المسيرة وما إلى ذلك. لاحقا وبعد 3 أيام من هذه العملية ومن هذا الرد، سمى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار هذا الرد أو سلسلة هذه الردود بأنها بدء عملية النظام أو العملية ضد النظام التي هددت بها تركيا كثيرا والتي كانت أطلق عليها اسم درع الربيع. استمرت هذه العمليات و يعني جدد ربما الأتراك في كل حين الخسائر الفادحة من وجهة نظرهم التي مني بها النظام. وفي خطاب للرئيس أردوغان البارحة تحديدا قال إن كل ما تكبده النظام من خسائر التي يتحدث عنها وزير الدفاع التركي بأعداد كبيرة جدا من عتاد ومن جنود، إنما هي مجرد بداية، وأنه إن لم يرجع قواته إلى حدود سوتشي وإلى بعض نقاط المراقبة التركية فأنه سوف يدفع أثمانا أكبر من ذلك بكثير. وبالتالي بدأت العملية لكنها لم تنتهي بعد، وبطبيعة الحال عين على الميدان وعين على القمة الثنائية التي يفترض أن تجمع بين أردوغان وبوتين يوم الخميس المقبل في موسكو. وهذا ما سنسأل عنه في هذا التقرير دكتور سعيد. هل هذه القمة بين أردوغان وبوتين ممكن أن تصل إلى اتفاقات، أم ستكون قمة مفتوحة أيضا على سيناريوهات مفزعة؟ على كل نتابع هذا التقرير ثم نعود لمواصلة الحوار. منذ أن أعلنت تركيا عن اقتراب موعد إطلاقها عملية عسكرية ضد النظام إن لم تتراجع قواته حتى حدود اتفاق سوتشي، لم ينقطع التواصل بينها وبين روسيا. جولات من المحادثات في أنقرة ثم موسكو ثم أنقرة، واتصالات هاتفية على مستويات الرئاسة والخارجية والدفاع دون أن يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق أو تفاهمات تنزع فتيل العملية وتثبت التهدئة في إدلب. الحل في لقاء يجتمع فيه الرئيسان أردوغان وبوتين وجها لوجه، قال الأوروبيون مقترحين قمة رباعية يشارك بها معهما كل من ميركل وماكرون. وافقت أنقرة، ترددت موسكو ثم وافقت متأخرة ثم تراجعت. الحل يكمن في قمة ثنائية بينهما، قالت أوساط العاصمة الروسية دون أن تحدد موعدا أو مكانا. الميدان فرض نفسه بقوة يقول مراقبون، فحين تقدمت المعارضة السورية وسيطرت على سراقب نفى الكريملين فكرة اللقاء رغم تأكيد أردوغان، ثم أعاد للفكرة حيويتها بعد الهجوم الذي استهدف الجنود الأتراك والذي يرى كثيرون أن موسكو مسؤولة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، ثم أكد الموعد والمكان بعد بدء عملية درع الربيع وتكبيدها النظام خسائر فادحة وفق وزارة الدفاع التركية. إذن سيلتقي أردوغان وبوتين في موسكو يوم الخامس من الشهر الجاري، فهل يصلان الاتفاق؟ رصد مراقبون موقفا روسيا هادئا إنجاز التعبير في الأيام الأولى من العملية، مرجحين أن يكون ذلك إشارة على إمكانية التفاهم بينها وبين أنقرة
قد عزز من هذا الانطباع حديث الرئيس الروسي عن أن بلاده لا تريد حربا مع أحد يرى هؤلاء. من جهة أخرى يبدو أن هناك تحضيرا أكبر وأعمق للقمة، حيث يتوجه وفد تركي رفيع مكون من وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات إلى موسكو قبل القمة بيوم أو أكثر للإعداد لها، وهو عامل إضافي يرفع من سقف التوقعات، بيد أن هناك من يرى بأن هذا لا يعني هدوءا في الميدان بل تسخينا له، حيث سيسعى الطرفان لتحسين أوضاعهما الميدانية لتقوية أوراقهما التفاوضية، وبالتالي فالمواجهة بين المعارضة والنظام من جهة ومجريات العملية التركية من جهة ثانية مرشحان للتطور إلى التراجع خلال الأيام القليلة القادمة قبيل القمة. فهل ستأتي قمة موسكو بحل ينزع فتيل الأزمة وينهي العملية التركية ويجنب الطرفين احتمالية المواجهة، أم يفشل الطرفان مجددا بالتوصل لتفاهمات ترضي كليهما بما يعيد الجميع للاحتكام للميدان مرة أخرى؟ أسئلة برسم يوم الخميس المقبل. إذن كيف ستكون التطورات ولا أي مدى ممكن أن تصل حدة المواجهة العسكرية، أم سنصل إلى حل سياسي؟ على كل هذه المواضيع نناقشها اليوم مع ضيوفنا في الأستوديو، الأستاذ هشام جناي الإعلامي والباحث السياسي، والسيد العقيد أحمد حمادة المحلل العسكري، ونجد الترحيب أيضا بالدكتور سعيد الحاج الباحث متخصص في شأن تركيا. أهلا بكم ضيوفنا الكرام، وأبدأ معك أستاذ هشام. إذن يعني تركيا والرئيس أردوغان والمسؤولين الأتراك هددوا بإطلاق عملية في على الحدود التركية السورية، تحديدا عندما نتحدث عن الحدود نتحدث عن إدلب، وانطلقت هذه العملية مباشرة بعد استهداف الرتل الجنود الأتراك، ذهب ضحيته أكثر من 34 قتيلا. هل كانت هذه العملية استهداف الرتل هي التي سرعت بدء هذه العملية قبل نهاية شهر فبراير؟ نعم، أعتقد بأنها يعني عملية كانت محسوبة أصلا من البداية، ولكن التاريخ ربما تقدم يوم أو يومين بعد الهجوم الذي قامت به القوات السورية المدعومة طبعا من روسيا. تركيا حشرت في الزاوية ودفعت لاتخاذ هذه الخطوة، يعني الخيار العسكري كان ليس خيارا تركيا بالبداية. تعرف بأن الرئيس التركي دعا أكثر من مرة إلى حوار واستمرار وتمسك تركيا باتفاقيات سوتشي وأستانا، ولكن ما رأيناه أن التصعيد أتى من الطرف الآخر، صعد وتيرة الخلاف، أيضا قام بقصف القوات التركية المتواجدة هناك، وذلك الهجوم ليس كان الهجوم الأول بل كان الثالث أو الرابع، لأن العدد الإجمالي للضحايا الأتراك أو الشهداء الأتراك بلغ أو تجاوز 50 شهيد، ولذلك دفعت الحكومة سواء كانت في الرأي العام التركي أيضا كان هناك إرادة يعني تشكلت جراء هذه الخسارات، دفعت الحكومة للإسراع في هذه الخطوة والقيام بهذه العملية والرد على الاعتداءات التي استهدفتها. سيد العقيد، استهداف رتل الجنود الأتراك هل يعتبر عسكريا هدف مباشر أم غير مباشر؟ الاستهداف، أولا تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. تركيا أدخلت قواتها في منطقة إدلب أو في مناطق اتفاق سوتشي ضمن اتفاقيات مع روسيا، وبالتالي وخلف روسيا هو النظام، وكل تحرك لهذه القوات كانت تقوم تركيا بإبلاغ الجانب الآخر عن الإحداثيات وعن الطرق المتبعة حتى يتم الوصول لهذه القوات. أما عندما تم استهداف القوات التركية عدة مرات وليست هي المرة الأولى، تم استهدافها في منطقة الزربة، تم استهدافها في شيرمغار، تم استهدافها في ترمبي، قتل عدد من أجنود في مطار تفتناز، ومن ثم هذا الرتل الذي كان في حالة غير قتالية، يعني هو أولا في الرتل، ثانيا هو مقيم، بعض الجنود أقاموا في مبنى بلدية بليون، قرية تسمى بليون في جبل الزاوية، تم استهدافها على دفعتين، المرة الأولى أصيب عدد من الجنود والمرة الثانية تم ضرب هذا المبنى وتدميره مما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى، حتى أن عربات الإسعاف والمسعفين المتطوعين من أهالي المنطقة لم يترك لهم فرصة من أجل إنقاذ الجرحى، بل طالتهم المدفعية والصواريخ من قبل قوات النظام. إذن هي عملية عسكرية مستهدفة بشكل مباشر للقوات التركية. الغرض أولاً
إحداث بلبلة في الداخل التركي، اثنين هي كسر معنويات الجنود الأتراك المتواجدين في تلك المنطقة، ولكن خاب ظنهم وبدأت تركيا والجيش والشعب التركي والأحزاب التركية كلها تدفع باتجاه الانتقام من هذه المعركة. وأتوقع بأن تعجيل تسمية درع الربيع يومين أو ثلاثة عن المهلة التي أعطاها الرئيس أردوغان والتي كانت الجميع ينتظرها في الأول من آذار وبدأت في 27 شباط، بهذا كان السبب. طيب. دكتور سعيد، ارتباط عملية درع الربيع باستهداف الرتل الجنود الأتراك وقتل أكثر من 34 جندي، هل ممكن أن يغير من هذه العملية التي تحدث عنها الرئيس أردوغان والمسؤول الأتراك بأنها ستنطلق في آخر فبراير، انطلقت مباشرة بعد استهداف الجنود، هل عملية استهداف الجنود ممكن أن تغير من سيناريو العملية التركية؟ لا أعتقد كثيرا. وأولا الرئيس أردوغان تحدث عن نهاية شباط ثم لاحقا قال قد لا ننتظر إذا ما استمر تقدم النظام، هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة أعتقد من وجهة نظري أن استهداف الجنود الأتراك أتى بعد تقدم المعارضة وسيطرتها على سراقب تحديدا، يعني السياق الكلي أوكي مفهوم، لكن أيضا كان هناك غضب واضح أنه لماذا لسه العملية التركية لم تطلق بعد، ولكن كان هناك دعم تركي واضح كثيف تحديدا بالمدفعية وما إلى ذلك. سيطرت المعارضة على سراقب تحديدا بأهميتها الاستراتيجية ونقطة تلاقي الطرق الدولية وما إلى ذلك، وتعبير عن انكفاء النظام حتى وإن تركيا بعدها لم تدخل بكامل قواتها كانت نقطة الحقيقة غضب. النقطة الثالثة، أنا أعتقد بغض النظر أن روسيا تنصرت من هذا الأمر والسلطات التركية حملت النظام بشكل مباشر هذه المسؤولية، أنا أعتقد أن من قام بهذا القصف كان روسيا وليس النظام، وحتى لو لم تكن هي الطائرة المقاتلة الروسية أنا أعتقد أن المسؤولية تقع على العاتق الروسي في نهاية المطاف كدولة ضامن وكدولة تسلح النظام وكدولة يعني قادرة على أن تملك قرار النظام من الألف إلى الياء، فضلا عن تفاصيل كثيرة جدا. أعتقد أنه الذي حصل أنه أصبح أسهل على تركيا أن تسمي الرد على النظام هو بدء العملية، يعني أنه لن يكون هناك حرجا كبير، يعني ربما كنا نتوقع في ظل الحديث عن قمة ثنائية أو قمة رباعية أنه قد تحرج تركيا ولا تريد أن تضع نفسها في موضع الذي يبدأ قتالا في حين أن هناك مساعي دبلوماسية، وقد تؤجل بالتالي بضعة أيام هذه العملية. الآن هذا الاستهداف المباشر وهذا العدد الكبير من القتلى الأتراك بين الجنود أعتقد أنه سهل على تركيا أن تسمي هذا الرد الذي لا يمكن أن يماري فيه أحد في حق تركيا بأن ترد على النظام باعتباره مسمى كمستهدف لها ومعتدي على جنودها بأن تبدأ هذه العملية وأن تسميها عملية درع الربيع. لكن أنا أعتقد وإذا ما نظرنا لما حصل خلال الأيام الثلاثة والأربعة الأولى على الأقل تقدير باعتبار استهداف منظومات دفاعية، إخراج مطارات من العمل، استهداف مقاتلات، دبابات، مدافع وما إلى ذلك، بمعنى وكأنها عملية شل قدرات النظام بطريقة أو بأخرى، وبالقياس والمقارنة مع العمليات الثلاثة التي تابعناها درع الفرات وغصن زيتون ونبع السلام أنا أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة تمهيدية للعملية أكثر من أننا أمام العملية التركية الكبيرة التي رصد لها يعني تقديرات من 10,000 لأكثر من ربما 12 أو 13,000 جندي من قوات النخبة من القوات الخاصة بكل الدبابات والأرتال والتعزيزات وما إلى ذلك. أنا أعتقد أنه ما زلنا في مرحلة تمهيدية أو مرحلة أولى ولم تلقي تركيا بعد بثقلها كاملا في هذه العملية. وأعتقد بجملة أخيرة أنه قد لا نتوقع أن تلقي تركيا بكامل ثقلها في هذه العملية قبل أن تعقد قمة موسكو وترى هل يمكن الوصول مع الروس لاتفاق ما وبالتالي ينزع فتيل العملية وتحقق الأهداف بالدبلوماسية، أم ستضطر في حينه لأن تبدأ المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية بناء على ما تقدم حتى اللحظة. ممكن تداعيات الأحداث وأيضا تطورات توحي بأن ممكن هناك شيء يطبخ سياسيين، ولكن هي العملية ما زالت في بدايتها كما ذكر الدكتور سعيد، ولكن لها حصيلة نتابعها مع بعض في هذا العرض. We'll be right back.
إذن بعد ما شاهدنا هذا العرض فيه حصيلة عملية درع الربيع إلى حد الآن، أستاذ هشام، لماذا انطلقت هذه العملية وما هي أهداف تركيا من ورائها؟ حقيقة العملية لم تكن الخيار الأول للأتراك، كانوا دائما يصرحون يعني تمسكهم بالدبلوماسية، ونعرف بأن تركيا أقدمت الكثير من الخطوات نحو روسيا، يعني اشترت منها الأس 400 علاوة على صفقة الغاز الكبيرة، وأيضا تسليمها مشروع إنشاء وحدة نووية أيضا في جنوب تركيا. يعني كل هذه الخطوات كانت على حساب العلاقات التركية مع الغرب، لا سيما مع الولايات المتحدة. لكن ما رأيناه من روسيا حقيقة يعني خذلان تركيا في الجميع المحافل، يعني نقاط خفض التصعيد أين هي اليوم؟ تحت سيطرة النظام، وأعتقد بأن التراجع التركي في المواقف بدأ من تسليم أول نقطة خفض تصعيد للنظام السوري. كان من المفترض أن تقدم على خطوات ربما من أول ما تم الخروقات يعني التي رأيناها في عمل يعني لاتفاقيات سوتشي وأستانا، لكن تأخير هذه العملية إلى حد اليوم أعتقد له الكثير من الدوافع، وأعتقد منها طبعا الحفاظ على المدنيين والحفاظ على مدينة إدلب. الرئيس التركي كان حريص جدا على حقن الدماء وأن تبقى إدلب غير مدمرة، ولكن ما رأيناه للأسف يعني هناك قصف عشوائي مدعوم من روسيا في إدلب وفي باقي المناطق تحت حجة مكافحة تنظيمات إرهابية، وهذه الحجة أعتقد بأنها غير واقعية. تركيا ليست ملزمة باستقبال مسلحين يعني في أراضيها. أيضا الاستيعاب التركي للجوء وصل ذروته، يعني وتحميل تركيا يعني مسؤولية جميع ما يحدث في سوريا جراء يعني خروقات تصنعها أصلا روسيا وإيران، أعتقد بأن ذلك يعني جعل الكيل يطفح عند الأتراك وقاموا بعملية عسكرية. ولكن يعني أنا أشارك الأستاذ يعني سعيد أن الأتراك ما زالوا في بداية ربما التحضير لعملية كبيرة، ولكن أي عملية عسكرية يجب أن تكون يعني مدعومة من الغطاء الجوي، وأعتقد يعني الأستاذ سيوافقني الرأي فيها. سنأتي لمسألة الغطاء الجوي، لكن قبل ذلك السيد العقيد، يعني وأشار الدكتور سعيدي بأن هناك عدد وعتاد على الحدود الآن وداخل حتى سوريا، هل هذا فقط لعملية درع الربيع لأنه فقط لإدلب، أم هناك مشروع ميدانيا سينزل تركيا في الساحة السورية؟ لأن الموضوع يبدو الآن تجاوز إدلب وتجاوز أيضا الصراع أو المعركة المفتوحة مع نظام سوري، واضح أن هناك شيء أكبر من ذلك. المساحة الموجودة في ضمن محافظة إدلب بحدود 5000 إلى 6000 كيلومتر مربع، ودخول القوات التركية إلى هذه المنطقة ليست بالكثيرة مقارنة في مقاييس الدول والجيوش، لأن القوات التركية إذا دخلت هذه المنطقة عليها أن تنهي المهمة وأن تكون وحدة قتالية كاملة متكاملة، ليست بحاجة إلى أحد، يعني قوة ميدانية عضوية تقوم بعمل عسكري في الدفاع، في الهجوم، في المعارك التصادمية، في الرد على كل يعني على كل الصعوبات التي ممكن أن تعترضها هذه القوة. لذلك يعني عندما نتكلم استمرار التعزيزات العسكرية فهي جيش كامل، فرقة عسكرية مثلا بجيش كامل بحاجة إلى كل الصنوف الأسلحة، المدرعات والمدفعية والهندسة والإشارة والدفاع الجوي والمشاة والحرب الإلكترونية إذن والإدارية والصحية، وكل هذه هي تابعة، وحدات تابعة للقوات الأساسية أو الرأس. أنت ذكرت حرب، هل الآن يمكن اعتبار تركيا قد دخلت حرب عمليا في سوريا؟ نعم، هي عسكريا منذ بداية دخول القوات العسكرية خارج نقاط الـ 12، يعني تركيا تحضر لعملية عسكرية إذا فشلت المهمات الدبلوماسية والسياسية مع روسيا، لأن تركيا ملزمة اليوم، ألزمت نفسها بأنها ستعيد قوات النظام إلى خارج النقاط التركية
المحاصرة. اليوم هناك 12 نقطة تركية محاصرة، اليوم تم استهداف نقطتين للأتراك في منطقة قرب النيرب في معارة بالقرب من النيرب، وكذلك نقطة في منطقة تفتناز، وهناك قتلى وجرحى شهداء من الجيش التركي. إذن هي عملية عسكرية، ولكن حتى الآن تركيا لم تطلق العملية العسكرية بقواتها البرية والمدرعات وكامل الأسلحة، تكتفي اليوم حتى اليوم تركيا بدعم الجيش الوطني والجيش الحر، بتقديم الدعم اللوجستي له والدعم الناري والتغطية النارية كما حصل في سراقب. واليوم سيطرت النظام على سراقب، وليس هو النظام، هي واغنر والميليشيات الرضوان وغيرها من الميليشيات، وأتوقع قبل بدء القمة بين الرئيس أردوغان وبوتين ستكون سراقب للجيش الحر. طيب يعني سنعود إلى سراقب، ولكن قبل ذلك الدكتور سعيد، هل هذه المرة نقف أمام محطة في الملف السوري أو المسألة السورية تكون فيها العامل، يكون فيها العامل الميداني وتكون فيها القذيفة والرصاص هي التي تحدد مسارات التفاوضات، ونحن في انتظار هذه القمة الثنائية؟ وأعتقد أنه هذا اليوم مرة تركيين روسيين على، أنا أعتقد أنه هذا الأمر كان قائما في كل العمليات الثلاث، يعني على الأقل على مستوى العملية الثالثة نبع السلام، انظر إلى كم الاحتجاجات والرفض والإدانات وما إلى ذلك من مختلف الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وعندما تقدمت تركيا ميدانيا أبرم متفاهمات معها إن كان واشنطن وإن كان موسكو. الحقيقة أنه منذ سنوات الكل يتحدث عن حل سياسي في سوريا، لكن الكل يحاول أن يفاوض بالميدان بالرصاصة وبالنار وبالرسائل الساخنة. هذا الحقيقة أيضا يعني ينطبق على عملية درع الربيع. طبعا هناك اختلاف أساسي أستاذ محمد أعتقد أنه ينبغي أن نتطرق إليه في هذه العملية، لأن العمليات الثلاث الأولى عنوانها الأساس مواجهة أو مكافحة الإرهاب، داعش، الواي بي جي أو يعني وحدات الحماية وإلى آخره. الآن في هذه العملية تركيا تواجه قوات النظام ليس فقط لأنها استهدفت جنودها، ولكن لأنها اخترقت أو انتهكت اتفاق سوتشي، وبالتالي هناك حسابات أو مفاوضات تركية روسية حول إعادة تثبيت اتفاق سوتشي الذي أبرماه معا كدولتين ضامنتين للمعارضة وللنظام. هذا حقيقة له يعني تبعاته وله عقبات وتحدياته، جزء منها موضوع الغطاء الجوي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، جزء منها مواقف الدول المختلفة، موقف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، الموقف الروسي السياسي والميداني كيف ينبغي أن يكونوا ما إلى ذلك. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه اكتفاء تركيا حتى اللحظة بالتمهيد هو له علاقة بطبيعة الحال بإدارة المعركة بإدارة العمليات، وهذا رأيناه في العمليات الثلاث السابقة. لكن أيضا هناك ما زال باب تتركه تركيا مواربا أو مفتوحا على الحلول الدبلوماسية. في نهاية المطاف هناك أهداف أو محددات معينة واضحة في التصريحات التركية، إن كان فك الحصار عن نقاط المراقبة، إن كان عودة النظام وقواته لما بعد أو لحدود سوتشي، إن كان عدم حدوث مقتلة كبيرة أو موجة نزوح كبيرة أو إنشاء منطقة آمنة. هذه إن تمت بالطرق الدبلوماسية وبالحوار مع بوتين في هذه القمة فبها ونعمت كما يقال، وبالتالي يخفف ذلك عن تركيا ويقلل خسائرها أو حاجتها لعملية عسكرية ما. إن لم يتم سوف يستمر هذا الأمر. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه اتفاق الطرفين على الحل على ضرورة الوصول لاتفاق ما واتفاقهما على تجنب المواجهة والواقع الميداني الذي فرضته تركيا، أعتقد أنه سوف ينعكس على الميدان شراسة ما أو سخونة في الأحداث، لأن الكل يدرك تحديدا أنقرة وموسكو تدركان أنه الوضع الميداني سوف ينعكس بطريقة أو أخرى على أي تفاهم أو أي اتفاق سوف يبرمه الطرفان، وبالتالي رأينا هذا الاستشراس مثلا في معركة سراقب، سيطرت المعارضة ثم استشراس النظام وداعميه للسيطرة عليها مرة أخرى. الثلاث أيام ضربات شديدة جدا الحقيقة من تركيا بالمسيرات وبغيرها، خسائر فادحة تحدثوا عنها عن خسائر النظام، لكن لاحقا رأينا وكأن الوتيرة هدأت. روسيا حتى اللحظة موقفها ليس حادا جدا في مواجهة تركيا، تصريحات كثيرة ربما من الطرفين لن نرغب في الحرب. أنا أعتقد أنه الطرفان متفقان بأن هذه القمة تحمل فرصا أفضل ربما بالوصول لاتفاق ما، لكن في نهاية المطاف كل منهما يريد أن يعظم ويحسن من وضعه الميداني، لأن ذلك بطبيعة الحال سوف ينعكس على أوراق التفاوضية على الطاولة حين يلتقيان يوم الخميس. طيب قبل أن نذهب لفصل سؤال للأستاذ هشام، يعني كما ذكر الدكتور سعيد بأن المرات في نبع السلام غصن الزيتون أو درع الفرات كانت العناوين تركية، الأمن القومي التركي، هذه المرة ليس العنوان تركيا هو البارز وهو الأكبر، العنوان لا يعني إقليمي تركيا جزء منه. نعم. ألا ترى بأن هذا يحرس سياسيا تركيا؟
بطبيعة الحال يعني هذه الحجة. يعني فيما مضى كانت تركيا تدافع عن أمنها القومي، الآن تركيا تدافع عن ماذا؟ حجة النظام بإقناع الرأي العام الدولي بأن تركيا اليوم ليس لها يعني دوافع أن تقوم بهكذا عملية في الأراضي السورية، ولكن حقيقة يعني نقاط خفض التصعيد وأيضا النقاط المراقبة التركية تم إنشاؤها أيضا بناء على اتفاقيات دولية. إذا استهداف القوات التركية بهذا الشكل وبهذا التعداد الكبير من الخسائر يدفع تركيا لأن تقوم بهكذا عملية، علاوة على ما ذكرت يعني من الجماعات المسلحة هذه التي تشكل أيضا يعني خطر على تركيا. هذه الجماعات والمنتسبين لها من حاملي جنسيات أوروبية، الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يعني يستقبل حتى مواطنين. أيضا يعني بالنسبة للاجئين الأبواب مغلقة أمامهم منذ 4 سنوات، وتركيا ملتزمة باتفاقيات اللجوء كلها، ولكن ما نراه من الاتحاد الأوروبي أيضا تخاذل، وتركيا بقيت لوحدها في مواجهة هذه الاعتداءات جميعها. لذلك أعتقد بأن لتركيا دوافع كثيرة، ومنها طبعا حق الضامن الذي أعطاه اتفاقية سوتشي وأستانا. على كل، بعد الفاصل سنتابع مع سيد العقيد ماذا حصل في سراقب الطائرات المسيرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. في الوقت الذي يكتب فيه ملايين المصريين كفاية بقى يا سيسي، في الوقت الذي يعترف فيه الجنرال بأنه بنى ويبني وسيبني قصورا رئاسية، في الوقت الذي يشعر فيه ملايين المصريين بالغضب والغليان، في هذا الوقت تحديدا نعيد معكم فتح نافذة على مصر تأتيكم في الأوقات التالية. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر، أحداث تدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام وأخرى تعيدها إلى الوراء، نرصد الأخبار وانعكاساتها على الإنسان، نحلل الخبر، نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر، أضواء على الأحداث، الخبر بأبعاده المختلفة. أبعاد لا تنتهي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من أوراق تركيا، متابعة لعملية درع الربيع. نجدد ترحيب بضيوفنا في الأستوديو، سيد هشام قناي المحلل السياسي والإعلامي، سيد العقيد أحمد حمادة المحلل العسكري، والدكتور سعيد حاج الباحث متخصص في شأن التركي. أهلا بكم من جديد وبكم ضيوفنا الكرام. وأعود لك سيد العقيد، إذا سراقب كانت عند المعارضة السورية بدعم تركي ثم عادت وسقطت، وهذا سقوط حمل نقاط استفهام.
خاصة بين وقتها سريعا ومفاجئا إلى حد ما. الجميع تتوقع المسا رقم لن تسقط، وكان اهتمام وتركيز، وذكر الدكتور سعيد شراسة في معركة سراقب. ما أهمية سراقب ولماذا سقطت بهذه السرعة وبشكل مفاجئ؟ مدينة سراقب يعني أهميتها تكمن من شيئين. الشيء الأول هي وقوع على الطرق الدولية على الطريق M5 M4 حيث يتفرع من مدينة سراقب، بالإضافة باتجاه أولا طريق M5 من دمشق باتجاه حلب، والM4 من سراقب حلب اللاذقية، فهي نقطة الوصل، بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية التي تربط إدلب المحافظة المدينة وباقي المناطق بالبادية السورية وبمطار أبو الظهور وبباقي المناطق. اثنين، يعني سراقب لديها لها أهمية ثورية، كون الثورة انطلقت بشكل قوي وهي تبقى يعني لم يدخلها أي شيء من الغرباء أو ما يرفعون الرايات السوداء أو غير ذلك، سراقب بقيت محافظة على الثورة السورية. هذه من هذه الناحية. سيطرت قوات النظام وبدأت بإعلان بأن الطريق أصبح آمن من دمشق إلى حلب بعد سيطرتها على مدينة سراقب، بالإضافة إلى معرة النعمان وحتى الريف الجنوبي. قوات المعارضة السورية وبعد دخول القوات التركية وقدمت لهم إسناد ناري من المدفعية والصواريخ، استطاعوا فعلا السيطرة على هذه المدينة وإعادتها إلى المعارضة السورية. طبعا هذه العملية وسيطرة الثوار على هذه المنطقة أفسد على روسيا وعلى النظام ما كانوا يخططان له، كون العملية التي أطلقتها روسيا والنظام والميليشيات الإيرانية تأتي بهدفين: الهدف الأول محاربة الإرهاب، والهدف الثاني تسيير الطرق الدولية، وبهذه الحالة خسروا الهدفين، لم يستطيعوا أن ينجزونه. فبدأت قوات النظام منذ عدة أيام بتجهيز قوات جديدة. روسيا جلبت قوات الواغنر بهذه المنطقة، حزب الله دفع بقوات جديدة من مقاتلي الرضوان، الفرقة 25 أدخلت كل قوات النخبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى التبني الروسي لهذه العملية، مما دفع الطيران والمدفعية يقصفون بشكل كبير جدا هذه المدينة. الحصيلة أو التكلفة النهائية لهذه المعركة التي استمرت يومين بحدود 350 قتيل لقوات النظام، 500 جريح، تدمير وفقدان 29 دبابة، هناك 3 بي ام بي، 2 قاعدة ميم دال، و4 مدفعية ميدان، ومقتل عدد كبير من الضباط، من ضباط القادة النخبة، يعني قائد على العمليات محمد الهادي، هناك مدير ناحية سراقب ومعاونوه، هناك العميد محمود ديوب، وغير من القوات. إذن خسائر كبيرة، وأتوقع بأن قوات المعارضة والتركية هم مهتمين كذلك في الحشد لهذه العملية. اليوم يعني سنشهد ساحة معركة سنشهد ساحة جديدة ويتم تحرير سراقب. طيب الدكتور سعيد، في العودة إلى الموقف الروسي، أشرت بأن الموقف الروسي هو يبحث عن منطقة رمادية يتحرك فيها في الأيام الأخيرة. نحن لا نريد تصريحات روسية، لا نريد حرب مع تركيا، لا نريد أن تكون هناك يعني خط ساخن مع تركيا، ولكن ما نريده هو إيجاد صيغة للتفاهمات والمحافظة على وحدة سوريا والعودة للخطاب الممجوج هذا سياسياً. هل فعلا لو هذا الخطاب ننزله على السلوك الميداني لروسيا، هل هو صحيح أم روسيا كالعادة يعني تقول كلام وتفعل شيء آخر؟ شوف، أولا هذا موقف ليس مختلفا عن الموقف الروسي المبدئي، يعني كما تركيا لا تريد مواجهة مع روسيا وتريد أن تصل للأمر بالتفاهمات قبل العملية العسكرية، أعتقد أن روسيا أيضا لا تريد مواجهة مع تركيا وتريد أن تصل للتفاهمات مع تركيا، لكن الطرفان مختلفان في التفاصيل، هذا أولا. ثانيا، أنا أعتقد أنه الضربة الكبيرة للجنود الأتراك، والتي ما زلت أقول أنه هناك مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لروسيا عنها، أعتقد أنها أتت على خلفية أن تركيا حسمت أمرا ما بالميدان وليس بالتفاهمات. يعني موضوع سراقب هذا وتقدم المعارضة بإسناد تركي ناري كثيف وواضح، يعني دعم تركي واضح، انخراط واضح في الموضوع، أعتقد أن روسيا اعتبرته خروجا عن الخط أو خروجا عن التفاهمات، أنه كان يفترض أن نتفق على أي أمر، لماذا الآن في الميدان تريد أن تكسر النظام؟ وبالتالي كانت هذه ردة الفعل العنيفة. لكن في نهاية المطاف بطبيعة الحال لم يكن متوقعا أن روسيا مجرد أن تطلق تركيا عملية ما أو أن تواجه النظام أو يعني توجه بعض الضربات له، أن تدخل تركيا روسيا عفوا بقضيها وقضيضها إلى جانب النظام. هذا غير يعني غير متوقع سياسيا واستراتيجيا، لأنه ليس هذا هو الخط الروسي، ليس هذا موقف روسيا.
بالنظر للتفاهمات والعلاقات مع تركيا وبالنظر لقيمة النظام بالنسبة لها وكونه أداة وليس حليفا، واثنين باعتبار أن روسيا أيضا تملك الجو نعم لكنها لا تملك قوات كثيرة في الميدان وعلى البر يعني على الأرض، وبالتالي هي ليست في وارد أن تدخل في معركة استنزاف طويلة الأمد مع تركيا. طبعا يضاف لذلك عوامل عديدة جدا، من ضمنها أنه الرد الفعل التركي الأول أتى أو يعني الضربة الأولى التركية أتت ردت فعل على استهداف جنود أتراك بهذا العدد الكبير، وبالتالي روسيا تنصلت، تركيا حملت النظام مسؤولية، فكان مفهوما أنه هناك ردة فعل في مواجهة النظام. هذا يعني يمكن لروسيا أن تحتمل، يمكن لروسيا أن تحتمل ضربة موجهة للنظام لا تسقطه، لا ينهار معها تماما، لكن يعني تؤمل الأتراك ردة الفعل وإلى آخره. اثنين، تركيا طبعا فاجأت الجميع في موضوع الدرونز أو المسيرات والطائرات بدون طيار. يعني أنا أعتقد أنه على الأقل من حجم ما نتابعه من حجم التفاعل في الداخل التركي حتى من خبراء ومن أكاديميين ومن سياسيين وما إلى ذلك، لا واضح أنه معروف أن تركيا كانت قد صنعت محليا هذه الطائرات المسيرة بدون طيار، لكن لم يكن هناك إدراك أنها ممكن فعلا أن تؤدي كل هذا الأداء. يعني إذا نظرنا للأرقام المعلن عنها من وزارة الدفاع التركية ثم لاحقا على لسان الرئيس أردوغان، لا هناك خسائر فادحة يفترض أن النظام تكبدها خلال 3 أيام تقريبا. أنا أعتقد أن هذا على الأقل جزئيا أيضا فاجأ الروس لأنه لم يكونوا يتوقعوا كل هذا الأمر، سيما أن هناك صعوبة أيضا، يعني روسيا مغلقة للمجال الجوي السوري أمام الطائرات المقاتلة التركية F-16 وما شابه، لكن الدرونز أمرها مختلف طبعا نوعا ما، يعني إمكاناتها وخصائصها المادية ارتفاعاتها حجمها قدراتها على المناورة وإلى آخره، وعددها الكبير طبعا الذي استخدمت تركيا في هذه المعركة حقيقة أعتقد أنه مفاجئ. الأمر الثالث أنه بطبيعة الحال مرة أخرى الوصول للتفاوض أو الوصول لاتفاق ما سوف يعتمد على تطورات ميدانية معينة، وبالتالي هناك تقدير موقف من قبل روسيا أنه لا نريد مواجهة مع تركيا، يمكن أن نحتمل أداء ما لكن في نهاية المطاف إعادة لضبط الميدان. وهنا الحقيقة هناك ملحوظة أنا لا أملك جوابا عليها أو سؤال يعني قد يفيدنا السيد العقيد في هذا الأمر، أنه الأداء التركي خلال الأول 2 أو 3 أيام مختلف، فيه غزارة، فيه وتيرة سريعة جدا، فيه ضربات كثيرة جدا، لاحقا وكأنه يعني وصل لحالة مستقرة نوعا ما، تراجع نوعا ما. هذا هل هو السبب أنه الأهداف قلت؟ هل السبب هو الضغط الروسي، إغلاق الجو مرة أخرى، اليقظة الروسية، يقال أنه أنظمة التشويش الإلكترونية دخلت على الخط، أم أنه هناك أيضا تقديرات تركية أن تنتظر القمة في موسكو وما إلى ذلك؟ وبالتالي أعتقد أنه الموقف الروسي حتى اللحظة مفهوم في سياق العام أنه طيب. يريد تفاهما مع تركيا لكن ليس بالضرورة بالشروط التركية. هو مفهوم، ولكن هناك من يرى بأنه هذا موقف عجز. معنا عبر الهاتف سيد فاتشلاف ماتازوف المحلل السياسي من موسكو. سيد فيتشيسلاف أهلا بك. وهناك من يرى تقريبا لأول مرة في الأزمة السورية روسيا تكون عاجزة على إدارة الملف وتحكم في كل المعطيات. مساء الخير، مرحبا. طبعا الطبيعة الصراع اللي نحن كنا نشاهدها خلال 8 أو 9 سنوات الماضية في سوريا تغيرت جذريا، لأنه اليوم نحن إذا في الماضي كانت هناك ضرورة مكافحة الإرهاب الدولي والمنظمات الإرهابية التي تمثل جبهة النصرة، هي تحرير الشام وداعش وقاعدة، اليوم الصراع في إدلب تحولت إلى مستوى مختلف تماما. اليوم نحن نشاهد اصطدام بين دولة تركية ودولة سورية، وكلمة ألقاها منذ 2 أو 3 أيام أردوغان في البرلمان التركي تدل على أن أهداف التركية في سوريا تخرج بعيدا عن تلك الأهداف التي كانت لدى تركيا وإيران وروسيا عندما اجتمعوا في أستانا في تازكستان. اليوم هو يعلن أن حدود الإمبراطورية العثمانية هي هدف تركيا، أن إدلب هذا هي المصالح القومية التركية، ولذلك لدي تركيا الحق أن يخوض المعارك هناك مباشرة ضد سوريا، وهذا يغير طبيعة الصراع الجاري. ولذلك اللقاء بوتين أردوغان في بعض الغد في موسكو لا شك أن يفرض على روسيا أن يعيد نظر عن طبيعة مشاركتها في هذه المعركة. شيء واحد، عندما روسيا تضع جيش عربي سوري لمكافحة الإرهاب
والشيء الثاني عندما تدخل الجيش التركي لمحاربة الجيش العربي السوري، وكذلك أن هناك طموحات التركية لقسم الكبير من مناطق شمالية سيد فيديشلاف. الجميع له طموحات في سوريا وعلى رأسها روسيا، ممكن أنها طموحات وهذا طبيعي نفهمه في إطار الصراع الدولي، ولكن عندما تحذر روسيا وتأتي تصريحات تقول بأنها لا تضمن أمن الطائرات التركية في سماء سوريا، هذا التصريح التحذير وفاق الأمر وأتى من وضع أزمة، لأن ليس من الطبيعي أن يقول حليف لحليف أو شريك أو كلاهما ضامنان، يعني في ضامنين عفوا لاتفاقات سوتشي أستانا، بأن لا أستطيع أن أأمن أو أضمن لك أمن طائراتك. يعني هناك أزمة حقيقية ولا وروسيا تريد أن تقفز على الأزمة والهروب للأمام. لا تصور أن روسيا ترغب أن تخرج من الأزمة بشكل الذي الآن يتداولون في وسائل الإعلام العالمية، لأن روسيا لا تزال متمسكة في معاهدة الصداقة مع سوريا، هذا أرضية لكل المنطلق لكل الخطوات الروسية مبتلة، ولكن طبيعة الصراع تغيرت، ولذلك اليوم نحن أمام الحرب التركي سوري على الأراضي السورية، وهنا المشكلة أنه لازم نحفظ بعين الاعتبار التوازن القوى في الميدان. شيء واحد هذا الفصائل المقاتلين الجانب أو معارضة سورية مسلحة التي تواجه جيش عربي سوري، وشيء آخر هذا الجيش النظامي التركي مسلح مجهز مع الزخائر. وطبعا اليوم من بنتاغون قالوا أن أمريكا مستعدة أن يزود تركيا بكل انواع الزخائر. هذا طبيعي سيد فيديشلاف، هذا طبيعي، وتركيا عضو في حلف الناتو، ولكن عندما تتحكي عن المقاتلين الاجانب، هل المقاتلين الذين اتوا من اوزبكستان ومن اذربيجان ومن افغانستان ومن العراق ومن اليمن ومن لبنان، يعني وتحت يتحركون تحت غطاء جوي روسي، هل هؤلاء اجانب ام تحصلوا على الجنسيه السوريه؟ لسنا ندري يعني. نحن نعلم ان هناك الموجودين المسلحين والأجانب الدعوة ودعم يدعمون الجيش العربي السوري بدعوة من قبل سلطة شرعية سورية، وهناك الأجانب الذين يسرعون الجيش العربي السوري في إدلب متركزين، وكما قال وزير الداخلية التركي منذ 3 أو 4 أيام هو قال أنه استقبل في تركيا حوالي 9000 من الأجانب على كل من 104 دولة الذين الآن انتقلوا من إدلب إلى تركيا، وتركيا أرسلتها في كل أنحاء العالم بما فيها على كل سيد فيديشلاف، أصبحت ساحة سورية وأنت أدرى بأن ساحة مفتوحة لكل من يريد أن يقاتل الآخر مهما كان هذا الآخر. على كل أشكرك سيد فيديشلاف متزوفا المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك وأعود لك أستاذ هشام. إذن يعني هل ممكن أن ننتظر تجديد الاتفاق بين بوتين وأردوغان في الملف السوري عمليا بعيدا عن ما هو إعلامي؟ عمليا سوتشي وأستانا انتهت من زمان، ودائما نكرر بأن الآن أصبحت يعني مرجعية، ولكن عمليا لم تعد هناك أي مرجعية. هل ممكن الآن بحث عن أرضية جديدة، عن منصة جديدة تركية روسية؟ يعني البحث عن أي منصة يستوجب أن تقف هذه الدول عند كلماتها، لا سيما روسيا التي يعني أخلت بجميع الاتفاقيات وجميع الوعود التي قطعتها على نفسها. يعني ما الفائدة من إبرام الاتفاقيات إذا لن تطبق على الأرض؟ يعني تركيا هي الوحيدة التي التزمت بجميع بنود مناطق خفض التصعيد، ولكن بالأخير هذا الموضوع رجع ضدها. يعني لم تكون لا إيران ولا روسيا دول ضامنة للنظام، رأينا الخروقات تأتي على
جميع المحافل استهداف المدنيين بسياسة يعني الأرض المحروقة، أن يسيطروا على مدينة حتى لو كانت بلا سكان. هذا ليس منطقي، ليس لا يعطي شرعية للنظام. يعني الحجج التي تقدمها روسيا بأنها تكافح تنظيمات إرهابية، التنظيمات الإرهابية لا تكافح بهذا الشكل. عملية عسكرية تركية كانت في شمال سوريا، هل رأينا هذا القصف العشوائي للمدن التي يقطنها أغلبية كردية؟ لا يوجد هكذا مكافحة يعني بهذا الشكل الوحشي. على ما أظن يجب على روسيا أن تراجع حساباتها وأن تتمسك بمعطيات مساري سوتشي وأستانا، وذلك أعتقد بأنه سيأتي بالحل لهذه الأزمة. روسيا تراجع موقفها، ولكن دكتور سعيد في السياسة نبقى عندما يقول وزير الدفاع التركي أن بلاده لا تسعى لمواجهة روسيا، وروسيا تقول لا تسعى لمواجهة تركيا، ولكن إيران خاصة مع الحديث بأن تم استهداف مقاتلين يعني ميليشيات مدعومة إيرانية ومحسوبة على إيران، وممكن يعني تكون هذه مؤشر إلى احتمال يعني مواجهة إيرانية تركية في الساحة السورية. شوف سريعا جدا الموقف من إيران يعني أو احتمالات المواجهة التركية الإيرانية، أعتقد أنها شبيهة جدا باحتمالات المواجهة التركية الروسية. الطرفان لا يريدانها، لكن تدحرج الأحداث قد يؤدي لذلك. طبعا هناك ربما احتمال أعلى نوعا ما باعتبار أنه مجموعات محسوبة على إيران منخرطة ميدانيا. هم أعلنوا ما سمي أعتقد هيئة الحوار الإيرانية أو ما شابه، أصدرت بياناً تحدثت فيها عن استهداف الأتراك لهم عدة مرات، وأننا وسطنا وسطاء وما إلى ذلك، وأن نطلب من تركيا أن تنتبه، وكان في هناك لهجة تحذيرية واضحة. وبالتالي هذا الاشتباك الميداني أعتقد أنه يرفع احتمالات المواجهة، لكن في نهاية المطاف حتى هذه المجموعات تخضع لقرار إيراني في نهاية المطاف، قرار سياسي لا يريد المواجهة مع تركيا. يبقى فقط أنه في سياسة التنافس داخل المحور بين روسيا وإيران، أعتقد أنه اتفاق تركي روسي قد لا يلبي طموح إيران أو لا يلبي طموح النظام، ويكون فيه تراجع أو ما إلى ذلك، قد يعني يشغب عليه من خلال هذه المجموعات التي المحسوبة على إيران بطريقة أو بأخرى، وهذا يشعل إمكانية المواجهة الميدانية إن كان مع المعارضة السورية بشكل غير مباشر، أو ربما إذا ما بدأت عملية برية لتركيا ضمن درع الربيع قد يكون أيضا هناك مواجهة مباشرة، لكن هذا لن يعني بنهاية المطاف مواجهة عسكرية مباشرة بين أنقرة وطهران. طيب عملية برية، ولكن قبل ذلك نبقى في السماء. هذه الطائرات المسيرة والدرونز يعني كان لها دور، وذكر ذلك دكتور سعيد، ويعني كل من تابع كان لها دور يعني ودور ممكن يعني مفصلي في بعض الأوقات. مدى قدرة هذه الطائرات المسيرة على حسم بعض المعارك، ولماذا تراجع دورها في الأيام الأخيرة؟ يعني حتى أن هناك من يرى بأن هذا تراجع دوره وساهم في استعادة سراقب من النظام السوري. الطائرات الدراون التي تستخدمها تركيا، البيرقدار والعنقاء، هي بطرازات مختلفة، هي تستطيع فعلا المراقبة وتستطيع التعقب وتستطيع حمل صواريخ وقنابل تؤثر على البنى التحتية في الأرض أو على الآليات العسكرية التي يستخدمها النظام. كانت عملية برمجة هذه الطائرات والمدفعية هي استكمال لاستهداف قوات النظام المتقدمة باتجاه هدف معين. حتى الآن يعني كل هذه العمليات بالنسبة لتركيا تعني تمهيد لمعركة ربما تأتي في المستقبل، هي تريد تشتيت قوات النظام، تخفيف قدراته العسكرية، ضرب أرتاله. اليوم تم ضرب في المسيرات رتل في منطقة معرة النعمان، اليوم أسقطت طائرة لام 39 ومقتل طاقمها وإصابة طائرة أخرى في الطائرات الاف 16 من الحدود التركية. إذن حتى الاف 16 الموجودة في تركيا تستطيع من مناطق الحدود ضرب أهداف حتى لحماه، يعني بحدود 120 كيلومتر حسب نوع الصواريخ وقدرة يعني الهدف، طبيعة الهدف وطبيعة الصواريخ. إذن تركيا ليست حتى بحاجة لدخول الطائرات الاف 16 إلى الأجواء، فهي تستطيع أن تضرب من الحدود السورية التركية. أما طائرات الدرون كونها طائرات أولا لا تحمل خسائر بشرية، وهي
رخيصة بالنسبة لل شاركت وكلا فعالية، بالإضافة ذات فعالية عالية. ولكن لماذا تراجعت باختصار شديد؟ هي لم تتراجع ولكن بعد السيطرة على سراقب واستهداف الجنود الأتراك، أتوقع هناك إعادة صياغة ما هو سيتم الحديث عمليتين. عنه طيب يعني عمليتين. الوقت يداهمنا، سأعود لك سيد العقيد وأختم معك، ولكن قبل ذلك أستاذ هشام، الولايات المتحدة إلى حد ما موقفها يعني هذه المرة يعني وكأنه يعني دافع ودعم لتركيا، ومسؤولين أمريكيين يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة إلى آخره. قراءتك لهذا الموقف الأمريكي؟ أفضل شيء فعله الرئيس التركي في هذه الأزمة أن لا يلجأ إلى الولايات المتحدة وإلى مواقف الولايات المتحدة، لأن تركيا خبرت الولايات المتحدة منذ 9 سنوات مواقف متفاوتة في حيال النظام السوري، خطوط حمراء تم تجاوزها، علاوة على تنظيمات إرهابية تهدد أمن واستقرار تركيا تدعم حاليا من قبل الولايات المتحدة. لذلك لا أتوقع للولايات المتحدة أن تكون دولة يعني مؤثرة في هذه الأزمة، وتركيا أعتقد بأنها أخذت العبرة من تجارب سابقة مع الولايات المتحدة. ولكن ألا ترى بأن هذا الموقف ممكن سيعود بأضرار سياسية على تركيا، لأن تركيا في آخر الأمر في حاجة لمن يدعمها دوليا؟ يعني الناتو يقول بأنه هو حلف دفاعي وليس هجومي، أي أنه لا يتبنى أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا، لا سيما في إدلب، لأن النظام لا يهدد أمن واستقرار تركيا ولا يهدد باحتلال مناطق. لذلك التعويل على دور الدول الغربية في هذه المرحلة أعتقد لا يوجد في تركيا. دكتور سعيد، الاتحاد الأوروبي واللاجئين، تركيا فتحت الأبواب أمام اللاجئين، كل من يريد أن يذهب إلى أوروبا الأبواب مفتوحة، والرئيس أردوغان قال لن نتراجع وستبقى هذه الأبواب مفتوحة. تركيا يبدو تلعب ورقة مهمة جدا، ونحن ذكرنا في عديد مرات في أوراق تركيا بأن مسألة الملف اللاجئين هذا ملف قوي جدا وورقة قوة عن تركيا. الآن تركيا لعبتها، ماذا يعني ذلك؟ هو يعني أن تركيا لم تعد تريد أن تصبر، ولم تعد تريد أن تتحمل فقط وحدها عبء اللاجئين السوريين، ليس فقط المقيمين على أراضيها ولكن احتمالات اللجوء من إدلب تحديدا. والرئيس أردوغان دائب على أن يقول أن هذه ورقة ابتزاز وضغط بيد النظام ضد تركيا. في المقابل أنه ما كانت تتوقعه وتريده تركيا من الناتو والدول الاتحاد الأوروبي لم تحصل عليه، ونعرف دائما أنه النقطة تقريبا الوحيدة التي يهتم بها الأوروبيون في الموضوع السوري عموما وموضوع إدلب خصوصا هو ملف اللاجئين، ولذلك وكأن أردوغان يتحدث معهم باللغة التي يفهمونها أو يضغط عليهم بالملف الذي يعتبرون أنه مهم وحي بالنسبة لهم، وبالتالي لأنهم لم يتشاركوا معه العبء ويريدون لتركيا أن تكون دولة عازل تحتمل ملايين اللاجئين ولا توصل أي واحد منهم إلى القارة الأوروبية، كان هذا الحديث أو هذه التصرف بطريقة ضاغطة على الأوروبيين لأن يتحملوا مع تركيا عبء المشاركة في حمل هذا الملف. من جهة أخرى، وهذا أمر أيضا لا ينبغي التقليل من أهميته، هي أيضا رسالة للداخل وتنفيس على الداخل التركي. هناك يعني دعني أقول سعادة في الرأي العام التركي وتفاعل مع تغريدات مثلا وزير الداخلية عندما يتحدث عن الأعداد المتزايدة للاجئين الذين يخرجون عن طريق أدرنا، هناك ارتياح نوعا ما في الرأي العام التركي أنه عبء اللاجئين يقل نوعا ما، وأنه ينبغي فعلا على أوروبا أن تستوعب عددا من هؤلاء اللاجئين. سيد العقيد، أختم معك في أقل من دقيقة، تقييمك بسرعة في عناوين كبرى لهذه العملية لحد الآن. العملية العسكرية التركية أدت فعلا نتائج باهرة حتى الآن، ضغطت على روسيا، ضغطت على النظام، ضغطت على الجميع، يعني أعادت توزيع الأوراق، توزيع الأوراق وأعادت الحراك الدولي بالنسبة لإدلب. اليوم عندما نرى جيمس جيفري وساترفيلد وغرافت يزورون مخيمات اللاجئين في إدلب، وهي يعني لفتة لم نألفها من الأمريكيين من قبل، اليوم عادت العملية العسكرية التركية إلى إدلب رسالة، يعني هي رسالة للعالم. تركيا لم تريد أن تقتل أحد ولا تريد أن تقاتل النظام، هي تريد فقط الحفاظ على ما أمكن أو ما تم الاتفاق عليه من اتفاقات، أولا سوتشي، والحفاظ على 4.5 مليون إنسان موجودين في هذه يعني المنطقة. في تقديرك العملية لحد الآن عسكريين ناجحة لصالح تركيا؟ لصالح تركيا ولصالح الشعب السوري الحر والجيش الوطني. شكرا لك سيد العقيد أحمد حمادان المحلل العسكري، شكرا لك أيضا أستاذ هشام جناي المحلل السياسي والإعلامي، شكرا لك دكتور سعيد الحاج الباحث متخصص شأن التركي، شكرا للزملاء في الإعداد التنفيذي، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.